ضحية جديدة وشهيد آخر ومجزرة ترتكب حينما يقتلون الأب ويحرمون أطفاله من رؤيته ومعه الحياة. الشهيد عثمان لدادوة قتل وإن كان برصاص الاحتلال، إلا أن الدافع هو تحريض حكومة الاحتلال على استباحة الدم الفلسطيني لإرضاء المستوطنين والتلذذ بعذاب شعبنا. الحمد لله، بس بطلب من الله يعطي الدرجات العالية من عنده ويكوني اعترفات أولادي ويصبرني. الحمد لله رب العالمين، قلنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه برحمته. 4 من الأبناء وطفل لم يولد بعد خطف الاحتلال والدهم، فالابن الأصغر ما زال لسانه يناجي والده، وأخيه الآخر بجانبه يمسك على مفاتيح مركبة والده علّه يعود ليأخذهم أينما أحبوا كما كان. أحب بابا. مفتاحي. مفتاح إيش؟ مفتاح أبوي السيارة. ومن منزله خرج جثمان الشهيد لآخر مرة دون عودة، فالحزن على الفراق والوداع الأبدي لجثمانه فاق أي تحمل. الله يرحم أخوي حبيبي، الله يسعده يا حبيبي، يا أخوي يا حبيبي، راح ولا في اليد حيلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدي أقول؟ حسبي بالله ونعم الوكيل، حسبي بالله عليهم، ضيعوا شبابه يا حبيبي، يا خسارة شبابه. المئات من المواطنين شاركوا في تشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير على أرض البلدة والتراب الذي أحب. لن يعتاد الأبناء على عدم عودة أبيهم أو رؤيته، لكنهم سيعتادون على رؤية قاتليه عبر الطرقات طالما الاحتلال جاثم على الأرض التي احتضنت وما زالت أجساد الشهداء. الشهيد عثمان لدادوة لن يعود إلى عائلته وأبنائه بعد اليوم. جريمة جديدة بل ومجزرة أخرى تسجل في تاريخ الاحتلال، إرضاء لأهواء المستوطنين الذين زرعوا الموت على طول الأرض الفلسطينية. من أراضي المزرعة القبلية شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.